أهلا بكم من جديد مشاهدينا. يحذر خبراء من إثارة الجيل المقبل للعلاجات الجينية لمسائل طبية وأخلاقية وسط دعواتهم لضرورة التغلب عليها من أجل سلامة وفائدة المرضى. ومن تلك العلاجات الجينية ما هو متعلق بأمراض القلب والأمراض العصبية والعيون وغير ذلك. نعم مدى، لكن الخطورة تكمن في أن تلك الأدوية وغيرها من العلاجات الجينية ربما لن تكون في متناول الجميع بسبب كلفتها الباهظة، ما يطرح علامات استفهام عن مسألة المساواة بين البشر لتلقي العلاجات الضرورية، فضلا عن عدم جاهزية بعض تقنيات الجينوم للاستخدام في الأجنة البشرية. نعم محمد، يعني باحثون كشفوا عن مزيد من المخاوف بشأن استخدام تقنية معينة خاصة بالأجنة بما في ذلك القدرة على خلط أجزاء كبيرة من الكروموسومات، ما قد يتسبب في تغييرات جينية غير مرغوب فيها، غير أن مخاوف عدة تتعلق بهذه التقنية، منها أن التغيرات التي تتعلق بالأجنة سترحل إلى الأجيال القادمة وقد تستخدم لإنتاج أطفال وفق الطلب. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الدكتور أديب الزعبي، خبير المناعة والأمراض المعدية ورئيس المركز العربي للخلايا الجذعية. أهلا بك معنا دكتور. دكتور، يعني بالبداية هل لك أن تشرح للمشاهدين ما هو العلاج الجيني وكيف يعمل؟ صباح الخير لكم جميعا. صباح الخير. العلاج بالجينات أو العلاج بالتعديل الجيني هو طريقة محددة يستخدمها العلماء في تعديل جينات كائن حي ما، لذا حتى يعني نغير مثلا الكود الجيني أو الشفرة الوراثية لبروتين معين ليقوم بوظائف مختلفة. أكثر شيء شائع هو علاج أمراض وراثية أو علاج أمراض أصابت المادة الوراثية ناتج عن طفرة وراثية أصابت مادة الدي إن إيه عند هذا الكائن الحي. نقول كائن حي لأننا نتكلم هنا عن الحيوانات والنباتات والإنسان. عندما يتعلق الأمر بالنباتات طبعا تم التعديل الجيني لإنتاج خضار وفواكه تكون أكثر قدرة على تحمل الوقت بعد قطفها وتكون يعني ذات مردود مالي أعلى. تم تعديل الحيوانات جينيا بطرق مختلفة حتى تكون مقاومة للأمراض وحتى تعطي لحوم أكثر أو حليب أكثر مثلا. ولكن عندما يتعلق الأمر بالإنسان هناك يعني حذير أكبر بأن هذه التعديلات الجينية عندما تدخل إلى المادة الوراثية الإنسانية الجينوم الإنساني، أو الجينوم معناته هو مجموع الجينات في ذلك الكائن الحي. الجينوم الإنساني تحتوي على جميع الجينات الإنسانية. عندما يتم تعديل جين محدد في الجينوم الإنساني فإن ذلك قد يؤثر على الجينات الأخرى أو قد يعني نحصل على نتائج غير مرغوب فيها ونتائج سلبية إيجابية نحن لا نعلم مداها حتى الآن. لكن العلماء في الفترة الأخيرة باستخدام تقنية السيكونسينج وتقنية ما يسمى معرفة جينوم ستابيليتي، يعني كيف نعرف أن ثباتية الجينوم بعد العلاج الجيني، هذا أصبح يعني وارد وأصبح موجود وأصبح له مكان ومجال. بدأت هذه طبعا المحاولات في السبعينات وفي الثمانينات، وتم إدخال العلاج بالجينات في أمريكا في عام 1985 لعلاج بعض واحد الأمراض عند أحد الأطفال وتوفي بعد ذلك. كانت التقنية يعني جديدة ولم تكن هناك مجالات لفحص الجينوم ثباتية الجينوم بعد العلاج، ولكن الآن هناك عدة محاولات وقطعنا شوطا طويلا في هذا المجال. دكتور الأمر يتعلق بأنه إنتاج تعديل الجين محدد، تعديل جين محدد لإنتاج بروتين طبيعي إذا كان هناك مثلا طفرة وراثية تؤدي إلى بروتين غير طبيعي. والأكثر شيوعا مثلا خلل في الكروموسومات سواء في عددها أو في طبيعة الكروموسومات. مثال على ذلك العقم مثلا قد ينتج على أنه هناك في شفرة وراثية طفرة وراثية في كروموسوم الذكورة عند الرجال يتم تعديله حتى يستطيع أن ينتج حيوانات منوية وينجب أطفال يكونوا طبيعيين. هذه التقنية أصبحت موجودة، لكن إلى أي حد ممكن أستخدمها؟ وكما ذكرتم قبل قليل المحذور يعني المحاذير متعددة.
أكثر ما هذه خوفا هي أن تؤثر على الأجيال القادمة، لأن هذه ستكون متوارثة من أي إنسان يعدل خلال مثلا مرحلة الجنين أو ما قبل الجنين، بويضة أو الحيوان المنوي، سوف تنعكس على الأجيال القادمة على طول. يعني هي لا يمكن عكسها ولا يمكن إلغائها، هي ليست أنتيبيوتيك نستطيع دكتور. إلغائها في أي وقت. نعم، السنوات الثلاث الماضية إذا ألقينا عليها نظرة طائر بسيطة نرى أنها وكأنها سلسلة أحداث أعادتنا إلى فكرة التوجه نحو العلاج من خلال التعديل الجيني، الهندسة الجينية. بدأنا مع موضوع لقاح RNA بقيادة وايزمان وكاريكو، ثم انتقلنا إلى فوز سبوند بومان بجائزة نوبل في الدواء لأنه تحدث عن علم الوراثة الجينية. السنة الماضية تحديدا دخلنا في مرحلة علاج كراسبر المرتبط به، حتى تعديل وإضافة تعديلات خارجية على بعض الجينات تحت مسمى التعديل المناعي والتحرر الجيني. هل هذه الأحداث تؤشر لنا أننا أمام مدخل لربما في المستقبل نصل من خلاله إلى علاج لأمراض مستعصية مثل السرطان على سبيل المثال؟ نعم أحسنت، يعني هذا كله مدخل. الآن نحن نرى ولادة علم جديد، أنتم الآن يعني هذا جيلكم تشهدون ولادة، أنتم الشباب يعني تشهدون ولادة علم جديد. هذا العلم سيغير التاريخ، ستكون هناك زي لما اخترعوا الانتيبيوتكس أو لما اكتشفوا الانتيبيوتكس، كانت هناك يعني علم البشري أو الصحة في العالم انقسمت ما بين قبل استخدام الانتيبيوتكس أو الأجسام المضادة أو بعد الأجسام المضادة. هذا كان يعني حدث مهم. الحدث المهم الآخر اكتشاف سلسلة الدي ان اي عن طريق واتسون اند كريك اللي أخذوا جائزة نوبل سنة 1960. بعدها معرفة التسلسل الجيني للإنسان كاملا 2001 2002. هذا كله يعني محطات فارقة في حياة البشر، لكن المحطة الفارقة الآن هي القادمة، هي استخدام العلاج الجيني لعلاج بعض الأمراض مثل السرطان وغيرها. السرطان يعني هذا الشيء خلينا نحكي واحد من أمراض متعددة، هو ليس أكثر فتكا السرطان، مع أنه كلمة سرطان مخيفة، لكن أصبحت الآن علاجات سرطان متوفرة، وفي بعض الأحيان بعض السرطانات نسبة الشفاء منها تفوق 95%، فلم يعد مخيفا كما كان في السابق أولا. وثانيا هناك أمراض الآن مستعصية، أمراض وراثية، أمراض تصيب المادة الوراثية. هناك نوعين من الأمراض الوراثية، أمراض متوارثة يعني من الأب إلى الابن أو من الأم إلى البنت، وهناك أمراض تصيب المادة الوراثية خلال تكون الحيوان المنوي عند الإنسان أو تكون البويضة. هذه الأمراض التي تصيب المادة الوراثية وتحدث طفرات في المادة الوراثية أو خلل في الكروموسومات، هذه تكون متوارثة للأجيال. وهناك يعني عدة أمراض تكون متناقلة داخل عائلات بحد ذاتها وتستمر من جيل لآخر. وأكثر يعني المجموعات البشرية على وجه الأرض انتقال الأمراض الوراثية هم اليهود، لأنه يتزوجوا من بعض، فهذا يعني يزيد من احتمالية حصول بعض الأمراض. وعندهم أمراض كثيرة يعني لها مسميات متعددة، معظمها أسماء يهودية تسمعها. هذه كلها أسماء ولدت عندما عرفوا أن هناك خلل جيني يصيب هذه المجموعة دخل البشرية. حتى في إطار معالجة طفرات مثل الشيخوخة المبكرة، وهي واحدة من أندر الطفرات التي تحدث في الكروموزوم، أيضا دخل فكرة الهندسة الجينية إلى معالجة هكذا نوع من وفي اللقاحات الطفرات. كذلك نعم يعني نعم تقنية كاسبر كاس 9 هي تعديل جيني، لكن المطلوب هو او ما يسعى اليه الانسان الان هو اكثر من التعديل الجيني باستخدام كاسبر كاس 9. كاسبر كاس 9 هي تقنية وليست يعني علاج مرض، هو تقنية يعني تقنية نستخدمها في المختبر لقص والصاق جزء محدد من الدي ان اي، يعني ازاله جزء يعني فيه مشاكل ونضع جزء سليم مكان الجزء الذي يزيل. يعني هي قضيه كاسبر كاس 9 قضيه تعديل جيني، ولكنها ليست بالمستوى المطلوب الذي تتحدثون عنه. نتحدث عن تحسين الجنس البشري مثلا، هناك مشاكل اخرى اخلاقيه انه سيكون هناك اطفال طب حسب الطلب. دكتور لكن بشكل تفضلي. سريع، يعني متى يدخل الجدل أو الخلاف الأخلاقي؟ يدخل الخلاف الأخلاقي عندما تكون هناك أمرين. الأمر الأول إذا كان فعلا في ضرر على الإنسانية، نحن نتكلم عن جدل أخلاقي حقيقي 100% بعيدا عن المصالح التجارية للشركات. يحدث الجدل عندما تكون هناك احتمالية
إصابة الأشخاص الذين سيتم علاجهم ببعض الأضرار أو احتمالات ببعض الانعكاسات السلبية غير المرغوب فيها. لكن للأسف الشديد معظم الجدل يكون مدفوع الأجر، يعني تكون مثلا أنت يعني واحد مثلا شغال على علاج مرض معين، ستتضرر شركات أخرى من هذا العلاج فيتم إيقافه ويتم وضع موضوع الأخلاقي في الوسط حتى لا تتضرر تلك الشركات. وأكبر مثال على ذلك العلاج بالخلايا الجذعية. العلاج نعم بالخلايا الجذعية علاج واعد ولا توجد له أي أعراض جانبية سلبية، وتم علاج العقم وأمراض أخرى، ولكن ما زال الجدل قائما، لأن الذي يدعم هذا الجدل هي شركات الأدوية وشركات يعني خلينا نحكي الكبرى التي لا تريد نعم الخلايا الجذعية دكتور، أن النور. نعم نعم هذا الموضوع كلياتنا نعرفه، ولكن معلش قصة أخيرة وقصيرة. في قبل 3 أو 4 أعوام تكلمت على محطتكم العزيزة عن نجاح علماء صينيين 2 بأنهم عملوا تعديل جيني على توأم أجنة في الصين، وتم ولادتهم، وهؤلاء وولدوا لأب ولأم مصابين بالإيدز، بينما الأطفال الذين تم تعديلهم جينيا عندهم مقاومة كاملة ضد الإيدز، يعني أها. لا يصابوا بالإيدز. وهذا نموذج ولم عن ما قد يقدمه التعديل الجيني للدكتور أديب الزعبي. داهمنا الوقت، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا، خبير المناعة والأمراض المعدية ورئيس مركز العربي للخلايا الجذعية، شكرا جزيلا لك.